خلينا نروح لدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بيك معنا يا فندم على نعم فهم. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد وبمستمعيك الكرام في كل مكان. أهلا بيك يا فندم. خلينا نبدأ من معادلة دولية لمعطيات الحرب الآن في قطاع غزة. دخول حزب الله على خارطة هذه الصراعات، بنلاقي كمان توسع في دائرة المشاركين في هذه الحرب. قد إيه ده ممكن يؤثر بشكل ما على مصر، ويؤثر في الخريطة الدولية للتعامل مع الحروب؟ الحقيقة إنه توسيع نطاق العمليات الحالية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحمل في طياته تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم أجمع. حتى الآن هو عدوان إسرائيلي على جبهة واحدة بالأساس وهي صحيح. جبهة قطاع غزة، لكن هناك مناوشات تحدث من جانب الحوثي في اليمن، من حزب الله في جنوب لبنان، من اعتداءات تقوم بها ميليشيا موالية ألو. العسكري الأمريكي والقواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، لكن لم يتم توسيع الجبهات أفقيا بمعنى فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل بشكل معمق ومنسق. صحيح. لكن حالة الآن الوضع يعني كارثي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي وبالنسبة للاقتصاد الإقليمي وعلى المستوى الدولي أيضا، فما بالنا لو تم فتح هذه الجبهات وصرنا بصدد جبهات متعددة ضد إسرائيل، هنالك سيتضاعف الأثر السلبي على الاقتصاد الإقليمي وعلى الاقتصاد الدولي، خصوصا لجهة أمن الطاقة وأمن الغذاء، وبالتالي سيكون المردود مكلفا بشكل باهظ على الاقتصاد العالمي الذي لا زال يئن أصلا من وطأة أزمة كورونا والحرب صحيح. الروسية الأوكرانية. هنا خليني أخد حضرتك ليه، هل يعني حدوث هذه المناوشات أو الحرب داخل قطاع غزة ربما النظام العالمي يهتز، فكرة الأحادية القطبية ورغبة روسيا والصين في التصاعد وأن تكون هناك تعددية قطبية في العالم، هل من المفترض أن نرى روسيا تتدخل سواء بحرب بالوكالة، ربما حرب أو يعني تستخدم آلياتها العسكرية في هذه الحرب، خصوصا بعد تواجد بعض المعدات البحرية الأمريكية؟ أشكر حضرتك على هذا السؤال أستاذ شكرا. محمد، لأنه بالفعل الحروب الكبرى دائما تخلف أثرا عميقا على النظام الدولي وشكل النظام الدولي. صحيح. هذه الحرب حرب مهمة للغاية لأن لها تداعيات على النظام الإقليمي وعلى النظام العالمي. روسيا ليست بعيدة عن الحرب، لأن هناك حديث الآن عن مسألة أنظمة تسليحية روسية تقوم فاغنر بتسليمها صحيح. إلى قطاع غزة عبر سوريا، هذه تقارير ربما لم تتأكد بعد لكنها مطروحة. صحيح. الرئيس الأمريكي ربط ما بين غزة وأوكرانيا وما بين حماس والرئيس بوتين. هنري كيسنجر ثعلب السياسة الأمريكية الذي تجاوز 100 عام اعتبر أن حرب أوكرانيا وتزامنها مع حرب غزة يعتبر اعتداء على النظام الدولي أحاد القطبية الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. الصين وروسيا اختلفتا مع الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن صحيح. واعترضتا على مشروع أمريكي ردا على اعتراض أمريكا على مشروع روسي من قبل لوقف إطلاق النار، ما يعني أن الاستقطاب السياسي بين القوى العظمى الولايات المتحدة من جانب وروسيا والصين من جانب آخر بدأ يظهر بشكل كبير، خاصة وأن هناك دعاوى روسية صينية لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وإنهاء الهيمنة الوحيدية الأمريكية على النظام الدولي. وجاءت حرب غزة لتكرس هذه الدعوة، الدولتان لا زالت تصران على أن سبب الخلل وتجدد الصراعات في النظام الحالي هو أحادية القطبية ورغبة الولايات المتحدة في تسخير هذا النظام الدولي لخدمة مصالحها وخدمة حلفائها على حساب بقية العالم. ومن ثم لا نستبعد أن الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل خلال هذه الحرب ورغبة دول أخرى في العالم يعني تحقيق الشرعية الدولية والدعوة إلى حل الدولتين والإصرار على وقف إطلاق النار، كل ذلك ربما يؤدي إلى تغيرات تدريجية في النظام العالمي، خصوصا وأن هذا النظام شاخ، أصبح نظاما شائخا لأنه صحيح. بدأ بعد الحرب العالمية الثانية ولم يشهد تطورات جوهرية أو إعادة صياغة
سواء لميثاق الأمم المتحدة أو أجهزة الأمم المتحدة أو للقوانين الدولية. صحيح، ربما هو سؤال افتراضي اللي هختم مع حضرتك بيه، في حالة وجود هذا النمط من التعددية القطبية، ربما تلعب أمريكا والسياسة الأمريكية أن تكون أو تضع مقترح حل الدولتين بشكل ما على مائدة المفاوضات، ويعني تضعه في الصورة بشكل كبير، لربما يقلل من حدة هذا المقترح، مقترح التعددية القطبية. سؤال آخر مهم للغاية أشكرك عليه أستاذ محمد، لأنه بالفعل الولايات المتحدة لديها مزية استراتيجية مهمة وهي المراجعة. الولايات المتحدة في بداية الأزمة الحالية بعد 8 أكتوبر انحازت بشكل أعمى لإسرائيل وتبنت السردية الإسرائيلية ووفرت لإسرائيل غطاء للإبادة والعقاب الجماعي في قطاع غزة. بدأت تدرك بمرور الوقت أن هذا سلوك خاطئ، لأن الانحياز الأعمى لإسرائيل يفقد الولايات المتحدة مصداقيتها أمام المجتمع الدولي ودعوتها لإحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فبدأت تراجع نفسها، خصوصا بعد توسع إسرائيل في أعمال توحشية، إبادة، قتل للمدنيين وتدمير للمستشفيات والهجوم على سيارات الإسعاف. كل ذلك دفع الولايات المتحدة لمراجعة نفسها، لأن الانقياد الأعمى وراء إسرائيل سيكلف الولايات المتحدة قطبيتها وهيمنتها على النظام الدولي. ومن ثم وجدنا الرئيس الأمريكي يتحدث مع نتنياهو هاتفيا ويطالبه بالبحث في مسألة حل الدولتين. رأينا بلينكين هذه الأيام في زيارته للمنطقة يتحدث عن أن حل الدولتين سيوفر الأمن لإسرائيل مستقبلا، ما يعني أن هناك انعطافة أو استدارة أمريكية في الموقف من الأزمة. هي لم تتخلى عن دعم إسرائيل، لكنها بدأت تستعيد وعيها مجددا وتحاول أن تبقي شيئا من الاحترام للقانون الدولي والشرعية الدولية. صحيح، يعني طرح أشكر حضرتك عليه، والحقيقة دايما بنسعد بطرح حضرتك دكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا لوجودك معنا على الدراسة. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين، ويسعدني دائما أن أكون معكم. شكرا لك، مع السلامة.